لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الترا عراق: كورونا مؤشر الشفاء يرتفع والفيروس يواصل حصد العراقيين. في صحيفة المدى: الموظفون ينضمون إلى دائرة الاحتجاجات في محافظات الوسط والجنوب. في صحيفة الزمان: الموظفون يهددون بتصعيد الموقف والإضراب عن الدوام جراء تأخير الرواتب الشهرية. في القدس العربية: احتجاجات في بغداد وخمس محافظات على تأخر صرف الرواتب. في العربي الجديد: حراك استبدال رئيس البرلمان العراقي يدخل مرحلة جمع التواقيع. في صحيفة الجارديان: تحذير من ضرر قد يحدثه ترامب بأيامه الأخيرة. وفي عربي 21: أذربيجان ستتوقف عند شوشة ومقترح تركي للحوار مع روسيا. السلام عليكم. يبدو أن الهاوية التي انحدر إليها العراق ساعة احتلاله عام 2003 ما زالت تتسع وتنزل عمقا يوما بعد آخر، وما زال العراقيون يسقطون فيها مرة بعد أخرى التي كانوا يظنون النجاة منها، ثم تأخذهم غياهبها بعيدا عن خلاف ظنونهم المتعلقة بأوهام ما يسمى الديمقراطية في العراق التي تباهى بها المحتلون وبالغوا في ذلك، في الوقت نفسه الذي كانوا فيه يعلمون بالورطة الكبيرة التي وقعوا فيها بإقدامهم على غزو العراق واحتلاله. كانت هذه افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني العراقي. من أبرز عوامل هذا السقوط المستمر في الهاوية هي سياسة التخويف والترهيب التي تبعتها إدارة الاحتلال، وسمحت من خلالها لميليشيات الأحزاب المشاركة في خدعة مجلس الحكم بالتغول خارج إطار ما يسمونها سلطة الدولة، وحمل السلاح الذي استخدم في قهر العراقيين وقتلهم وتغييبهم وتهجيرهم وابتزازهم، وهي مخرجات طبيعية للاستعانة بقطاع الطرق لحماية ما دعوه دولة بعد الاحتلال. وهكذا تحكمت القوى المتمردة تحت عين الاحتلال وشركائه على النظام السياسي القائم، واستقوت عليه وفرضت شروطها، وأخذت تتصرف فيه وفق ما يريد من يقف خلفها حقيقة، وتم تسليم البلد بشعبه ومقدراته وثرواته وحاضره ومستقبله لشريك الاحتلال الرئيس، وهو النظام الإيراني الذي تخضع له الميليشيات وحشودها بالولاء التام. بات الشعب العراقي مقهوراً ومضطهداً بوسائل داخلية حاكمة ساعية إلى ضبط إيقاع المجتمع وفق ما تريد ميليشيات الحشد وتوابعها للحيلولة دون سنوح أي فرصة للعراقيين للتعبير عن آرائهم وشرح معاناتهم، وهو ما حصل في ثورة تشرين التي بادرت الميليشيات ومرجعياتها الدينية والسياسية إلى خلقها بكل وسيلة ممكنة وعدم السماح لها بالتوسع في ظل ظروف إنسانية قاهرة ومعاناة شعبية تتسع يوماً بعد آخر وأجواء خانقة للعيش تفتقد فيها أوليات الحياة وأساسياتها. وتضيف الصحيفة: تسعى هذه الميليشيات الإرهابية إلى إحباط كل فكرة وكل مشروع يمكن له أن يحقق شيئاً ما ولو يسيراً لأبناء هذا البلد، ومن ذلك ما تقوم به مؤخراً من محاولات محمومة للحيلولة دون تنفيذ ما يسمى بتعويض المحافظات المنكوبة التي نكبتها هذه الميليشيات واستباحتها إنساناً ومقدرات. حملت انتفاضة تشرين في الذكرى الأولى لانطلاقها رسالة تجديد من الشباب على أنهم أصحاب قضية ومبادئ انتفضوا من أجلها في حراكهم الأول عام 2019 بعد اقتراب الوطن من حالة انهيار وتغييب للهوية الوطنية ووقوع 700 شهيد وستة آلاف معاق وخمسة وعشرين ألف جريح. وقد يتساءل من لا يعرف بحقائق الأمور إلى أين ينوي الحراك عندما عاد من جديد إلى ساحات التظاهر. مقال للكاتب فاضل البدراني في مجلة الجاردينيا العراقية.
الرسالة التي بعث بها الشباب إلى الطبقة السياسية في رسالة التجديد في تشرين 2020 تبدو في إشاراتها الأولى أن الثبات على تحمل المسؤولية تعد واحدة من أبرز عناصر قوة الشباب في تغيير الواقع العراقي المتردي، وفي إضعاف الطبقة السياسية التي انغمست في عمق المسؤولية بالدولة على مدى 17 سنة ومارست سياسة التسمين الذاتي بطرق غير شرعية على حساب دولة العراق التي وصفت بالفاشلة وفقاً لمعايير التقييم لمؤسسات دولية مختصة، وفي مراجعة التصنيف للعراق كثاني بلد منتج للنفط وثالث دولة باحتياطات النفط وربما واحدة من ثلاث دول بالعالم منتجة للغاز في حال اتجهت لإنتاجه. يتضح بأن العراق يسير بخلاف الواقع المأمول له، بل يتجه نحو المنحدر الخطير بطريقة قد تشكل في الأمد القريب النموذج الفريد منه في العالم جراء ما وصل إليه من عوامل انهيار لمؤسساته الخدماتية والفكرية والبحثية، بينما اقتربت نسب الفقر والبؤس لمواطنيه من 40%. ذلك كله مرتبط بالفاعل السياسي الذي لم يضع ضمن برنامجه العراق عنواناً له في إدارة مؤسساته الأساسية بشقيها التنفيذي والتشريعي. يقيناً أن الحراك كلما كان سلمياً كلما امتلك عناصر القوة التي تساعده في تحقيق أهدافه وتغيير قواعد اللعبة السياسية وفرض واقع إيجابي جديد في العراق بإضعاف وتعرية كل من أساء للعراق. الانتخابات المبكرة بين الشك واليقين عنوان مقال الكاتب لويس إقليميس نشرته صحيفة الزمان العراقية، جاء فيها تسعى قوى مختلفة أو متحالفة نافذة في السلطة بزرع بذور الشك في إمكانية تحقيق إجراء انتخابات مبكرة في الموعد الذي حدده بتاريخ 6 حزيران عام 2021. إن تحليلاً عابراً لما يصدر من تسريبات من لدن مكاتب أحزاب السلطة لا سيما تلك التي تشكل عصب المنظومة السياسية أو التصريحات المبطنة التي تشير بما لا يقبل الشك إلى حقيقة واقعة تتمثل بسعيها الحثيث لوضع العراقيل أمام الانتخابات، فأسلوب التوافق والمساومة والتحاصص هو ذاته الذي طبق على متولي رئاسات الوزارات العراقية منذ الغزو الأمريكي القبيح قبل أكثر من 17 عاماً خلت. في اعتقادي كان لرئيس الوزراء وجيوشه الإلكترونية والجماعات المدربة التي احتكت مع تنسيقيات التظاهر تأثير واضح في إقناع قيادات معينة في ساحات التظاهر، ما أدى إلى تراجع حدتها وكثافتها مع تقدم الأيام وأخيراً بانسحابها بهدوء وسط ذهول غير متوقع لإنهاء الاحتجاجات التي دامت عاماً كاملاً باعتصامات طويلة لا مثيل لها، أثبتت قدرة الشعب وفئة الشباب منهم خاصة على التصدي لأشكال الغبن والظلم والرفض إذا توفرت الإرادة والأدوات. وقد يكون التعهد الذي قطعه رئيس الوزراء على نفسه بتحقيق هدف الانتخابات المبكرة واحداً من الأسباب الرئيسية لمثل هذا التراجع، لكن السبب المقابل في عدم تحقيق الثورة التشرينية جميع مطالبها التي تمثل مطالب عموم الشعب أيضاً يكمن في اختراقها من جهات سعت لركوب الموجة وخلق حالات من الإحباط، علاوة على ضعف التنسيق وافتقارها لوحدة الصف والكلمة. في كلتا الحالتين لو توصل رئيس الحكومة لتحقيق عقد هذه الانتخابات في التاريخ الذي حدده هو بحسب ما تعهد به، أي قبل التاريخ التقليدي لموعد الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2022، فسيكون عليه ضمان نزاهتها وتأمين جميع مستلزماتها الأمنية واللوجستية وربما الاستعداد للتصادم مع قيادات سياسية وكتلوية وحزبية تقليدية بشأن أسلوب إخراجها بطريقة أكثر شفافية من سابقاتها حفاظاً لماء الوجه من ناحية وتهدئة لخواطر الكتل التي أتت به إلى السلطة من ناحية أخرى وإرضاءً للشارع المنتفض في نهاية المطاف. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: ضحكت وأنا أقرأ برقيات التهنئة التي أرسلها بعض السياسيين العراقيين يهنئون السيد جو بايدن ويحاولون أن يختبئوا أو يخبئوا شعار أمريكا برا برا في أحد الأدراج، ونسوا أن هذا هو بايدن نفسه الذي هاجموه عام 2014 أيام كان نائبا للرئيس أوباما
وطالبوه بالكف عن دس أنفه في شؤون البلاد والعباد. يدرك العراقيون جميعاً أن بلادهم تعيش المرحلة الأخطر، وأن العديد من ساستنا يسعون إلى فصم عرى البلاد وتفريقها شيعاً وأشياعاً، حتى أن البعض صار يعتبر وجود مواطن عراقي من أهل الأنبار في البصرة مؤامرة على الأحزاب الشيعية. تخيل متظاهراً يقتل برصاص القوات الأمنية، وبدلاً من أن نستنكر جريمة قتله نتساءل ماذا يفعل في البصرة وهو في الأصل من الأنبار؟ الشاب عمر فاضل الذي خرج مع زملاء له للاحتجاج على الفساد والانتهازية السياسية دفع حياته ثمناً لحالة من التوحش البشري، ولم تنتهي القضية عند هذه النقطة، فكان لابد من البحث عن سجل نفوسه لنكتشف حقيقة المؤامرة أن أصوله من الأنبار، ولم يشفع له أن والده تزوج من امرأة من البصرة وأن عمر من مواليد البصرة. ففي أعرافنا الطائفية لا يحق لمواطن عراقي أن يعيش في محافظة لا تنتمي لمكونها الطائفي. كنت أتمنى على سياسيين وهم فرحين بتولي بايدن رئاسة أمريكا أن يواجهوه بالحقائق ويقولوا له إن العراق لم يعد يتحمل أن يكون حقل تجارب، وإن العراقيين لم يعودوا يقتنعون بحفلات تنكرية لتنصيب أوصياء ومتسلطين، فالناس لا تريد استبدال نظام بمساعدة أمريكا بنظام فاشل يتخذ من الديمقراطية ستاراً وبدعم من أمريكا أيضاً. ما لم تحدث مفاجأة خارج الحسابات، فسنكون خلال السنوات الأربع القادمة مع العجوز جو بايدن أو جو النعسان بتعبير ترامب، ولا يعرف بالطبع ما إذا كان سيحصل على ولاية ثانية أم سيكون حظه مثل ترامب مجرد ولاية واحدة، أم تحدث تطورات أخرى مفاجئة ذات صلة برفض أنصار ترامب لنتائج الانتخابات، ما سيترك آثاراً كبيرة على تماسك هذه الإمبراطورية التي تسيدت المشهد الدولي لعقود طويلة، وإن كان الجزء منها الأهم الأحادية القطبية هو ذلك الممتد من ولاية كلينتون الأولى وحتى نهاية ولاية بوش الابن الأولى. مقال للكاتب ياسر الزعاترة في موقع عربي 21. بالنسبة لأمريكا يمكن القول أن بايدن سيتسلم إمبراطورية في حالة انقسام داخلي غير مسبوق إذا لم يحدث المزيد كما أشرنا ابتداء. في ذات الوقت الذي سيتسلمها ومنافسوها الكبار قد صعدوا بقوة ولم يعد بالإمكان حصارهم ولجمهم خاصة الصين، ما يعني أن عليه أن يعيد الوحدة لمجتمعه المنقسم ويواجه التحدي الخارجي الصعب، وهما مهمتان لن يتمكن من النجاح فيهما مهما كانت قوته، فكيف وهو شخصية ضعيفة إلى حد كبير؟ ودعك هنا من حقيقة أن قوة التحدي الخارجي مع هشاشة الوضع الداخلي يمثلان عنوان تراجع في تاريخ الدول بالنسبة لنا في هذه المنطقة. يمكن القول أنه من الصعب النظر إليها خارج سياق الوضع الدولي الذي سيدخل حالة صراع أكثر قوة، وإذا ما فرض هذا الصراع حالة استقطاب قوية فسيكون وضع المنطقة جزءاً من هذا الاستقطاب، وسيحاول كل طرف كسب محاوره إلى جانبه. الخلاصة أنها مرحلة انتقال تاريخية كبرى على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم، وليس من الإفراط في التفاؤل القول إن فرص هذه الأمة في الخروج بمكاسب معقولة ستكون جيدة إلى حد كبير، لكن ذلك سيعتمد على طريقتها في إدارة الصراع بين محاورها المختلفة بجانب المناورة مع الكبار واستغلال تناقضاتهم. قال صحيفة فاينانشال تايمز إن فرنسا تناقض قيم الحرية في الحرب التي تتبناها على ما يسمى الانعزالية الإسلامية. إن مشروع قانون لدعم العلمانية الفرنسية يجري الإعداد له، وتعزيز مبادئ الجمهورية يستند على افتراضين، أولهما أن إرهاب المتشددين الإسلاميين يتغذى من انتشار التيار السلفي في الأحياء الفرنسية الفقيرة، والثاني أن محاربته تقتضي تعزيز أو فرض قيم الجمهورية. ولفتت الصحيفة إلى أن الافتراض الأول غاية في الأهمية لأنه يبرر استهداف الانعزالية الإسلامية وحدها دون المجموعات الدينية الأخرى أو المجموعات الانفصالية والعلمانية مثل القومية الكورسيكية.
وتعني القرارات منع الدول الإسلامية من إرسال أئمة إلى فرنسا ومنع الأطباء من إصدار شهادات العذرية. وأضافت أن المقترحات تثير أسئلة أساسية، منها ما هي العلاقة بين التيارات الإسلامية والعنف الإرهابي، وما هي القيم الجمهورية التي تريد الحكومة حمايتها وتعزيزها. وقالت إن الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية إقرارها لم تكن لتمنع هجمة باريس منذ تفجير قطارات الأنفاق في عام 1995. وبشأن فرض قيم الجمهورية التي تقتضي محاربة التطرف الإسلامي أساساً، تساءلت الصحيفة ما هي هذه القيم؟ وكيف لنا أن نفرضها على مجتمع يرفع شعار حرية الرأي والمعتقد؟ توصلت دراسة علمية حديثة أنجزها فريق بحث دولي إلى اكتشاف بقايا ديناصور بمنقار البط في مدينة خريبكا الواقعة في وسط النصف الشمالي في المغرب، أطلق عليه اسم أجنابيا أوديسوس ويبلغ عمره 66 مليون سنة. يقول نور الدين جليل الباحث المغربي المشارك في هذه الدراسة للجزيرة نت: تسلط هذه الدراسة الضوء على وجود نوع جديد من الديناصورات في المغرب، وقد تم العثور على بقايا هذا الديناصور في رواسب الفوسفات بمدينة خريبكا المغربية. وجاء في هذه الدراسة العلمية أن هذا الديناصور العاشب ينتمي إلى فصيلة الديناصورات بطيات المنقار أو ذات منقار البط، والتي يبلغ طولها 15 متراً، في حين أن هذا الديناصور المكتشف في المغرب صغير الحجم ولا يتجاوز طوله 3 أمتار ويشبه حجم البقرة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.